السلام عليكم. بالنسبة لمادة الحاسبات الكورس الثاني راح تتكلم عن برامج مايكروسوفت اوفيس اللي هي تشمل بالدرجة الأساس المايكروسوفت وورد وبرنامج الباوربوينت أو الأكسل. نجي للبرنامج الأول هو مايكروسوفت وورد 2010. طبعا هناك أكثر من صيغة المايكروسوفت وورد، نزل بصيغة وورد 2003 وانه صارت تحديثات عليه، وورد 2007 وهسه هذا الاصدار الحديث اللي هو وورد 2010. بالنسبة للمايكروسوفت وورد، طبعا من اساسيات الحاسبة هو الوورد والاكسل والباوربوينت اللي هي تعتبر من ضمن مايكروسوفت اوفيس، من ضمن برامج مايكروسوفت اوفيس. التعلم على هاي البرامج هي من اساسيات الحاسبة، لان انت ما تقدر تسوي اي نص، ما تقدر تكتب اي صفحة، ما تقدر تسوي اي جدول، ما تقدر تسوي اي شريحة من ضمن الباوربوينت اذا ما تتعلم على هاي البرامج الثلاثة اللي هي تعتبر من ضمن المايكروسوفت اوفيس. اول برنامج من هاي البرامج اللي هو الوورد 2010. شنو هو برنامج مايكروسوفت وورد؟ تعريفه هو احد برامج حزمة التطبيقات المكتبية اوفيس سوفت وير لمايكروسوفت، اذ يمثل احد البرامج المستخدمة في حزمة تطبيقات المكتب كمعالج نصوص عند الحاجة الى طباعة الرسائل والمذكرات وتصميم واعداد المجلات، ونذكر منها حزمة اوبن اوفيس، ستار اوفيس، وفري اوفيس، اذ تمثل هذه الحزم معالجات نصوص الاكثر تقدما وانتشارا، وتشارك مع معالج النصوص من مايكروسوفت في فعاليات المهام. مثل ما قلت لكم هو البرنامج الوورد متخصص معالج نصوص، يعني هو بس للكتابة، إدراج، عندك ملف تريد تكتبه، تريد طبعة، طباعة رسائل، مذكرات، إعداد مجلات، هكذا. هو برامج كتابة نصوص، إعداد نصوص، هاي وظيفة الوورد. شلون افتح برنامج وورد بالحاسبة؟ هناك عدة طرق لكي اتمكن من فتح البرنامج وورد او غير برامج، هي نفس الطريقة المتبعة، اي برنامج بالحاسبة تتبع هاي الطرق الثلاثة. اول طريقة من قائمة ستارت اللي هي موجودة بالجزء الاسفل الايسر من الحاسبة، من قائمة ستارت اللي هي ترسم عليها شعار مايكروسوفت، تضغط عليها راح تطلع لك قائمة. من أسفل هاي القائمة أكو خيار All Programs اللي هو ترجمتها جميع البرامج. من All Programs تدخل عليها، ايش راح تختار؟ تختار مايكروسوفت أوفيس. مايكروسوفت أوفيس بيها عدة برامج، بيها Excel، بيها Word، بيها PowerPoint. أنت شو تريد تختار؟ تريد تختار الوورد. راح تكتب، مو تكتب يعني، هو بس خيار تضغط على وورد 2010. طبعا هاي الخيارات موجودة كاملة بالحاسبة، يعني تطبيقها جدا سهل. وبالنسبة للكتابة هسه النظرية، يا اما تكتبها انت بالانجليزي او تكتبها بالعربي، يعني مثلا بالامتحان او بالوركات تختار واحدة من اللغات. هنا انا هسه مكتوب بالكتاب هو انجليزي عربي، انت اختار اما انجليزي اما عربي، اختار الانجليزي اسهل لك على مود لغة الحاسبة هي اللغة الانجليزية. هسه مثل النقطة الأولى موضحة بهاي الصورة، شكل واحد أي، مثل ما قلنا النقطة الأولى اللي هو الضغط على شعار مايكروسوفت، إنه السهم الثاني إذا تلاحظ All Programs أسفل القائمة، يصير عند قائمة مطولة أسفل القائمة All Programs يكتب لك، إنه بن All Programs راح تطلع لك عدة خيارات، من ضمن هاي الخيارات موجود مايكروسوفت أوفيس اللي هو مؤشر عليه بالسهم رقم 3. من تفتح مايكروسوفت اوفيس، شوف مايكروسوفت اوفيس بيش كم برنامج، اكثر من 8 برامج، انت من خلالها راح تختار البرنامج تريده، تريد وورد، تريد باوربوينت، تريد اكسل، تريد غيرها. هنا انا موجود مايكروسوفت وورد 2010 اللي هو مؤشر عليه بالسهم رقم 4، راح يفتح لك البرنامج. هاي الطريقة الاولى. هسه نرجع على الطريقة الثانية. الطريقة الثانية شلون؟ انت اذا منصب البرنامج على سطح المكتب اللي هو الديسكتوب، يعني مصايرت له أيقونة خاصة بي على سطح المكتب،
يعني تعوف هاي الخطوات اللي أخذناها بالخطوة الأولى. مباشرة تضغط على أيقونة الوورد الموجودة على الديسكتوب مباشرة، دبل كليك طبعا أو كليك أيسر، مو كليك أيمن. الكليك أيمن راح يطلع لك خيارات، عدة خيارات عن خصائص البرنامج، أو تريد تنقله، أو تريد تسوي إعادة تسمية إليه، أو تريد تحذفه، أو تريد تعدل بيه، تريد تعدل تسميته الرينيم. هاي الكليك الأيمن. الكليك الأيسر راح يفتح لك البرنامج، أنت دبل كليك على الأيقونة راح تفتح لك البرنامج مثل ما موضحها بالشكل 1B اللي هو موجودة أيقونة من ضمن أيقونات السطح المكتب. أنت مباشرة بس تضغط عليها دبل كليك راح يفتح لك البرنامج. الطريقة الثالثة لفتح البرنامج شنو؟ هو عن طريق البحث. أنت هسه عندك هنا من شكل 1C، من تضغط على الستارت اللي هي علامة مايكروسوفت راح يطلع لك حقل بي سيرش أو بحث بالعربي. بهذا السيرش أنت تقدر، ماكو داعي تدور مثلا وتبحث بهاي القائمة المطولة وين مايكروسوفت وورد. تقدر تكتب البرنامج أو الملف اللي أنت تريده راح يطلع لك مباشرة وين محفوظ، يطلع لك بهذا الحقل فوق. أنت من تنطي بهذا الحقل مال السيرش راح تطلع لك الخيار اللي انت رتبته فوق بسرعة، راح تحدد لك الخيار اللي انت رتبته بدون ما تبحث عنه انت، بس تنطي سيرش. هاي 3 طرق من خلالها تتمكن من فتح برنامج مايكروسوفت وورد. هسه الخطوة التالية هي شنو؟ هي من نفتح البرنامج عندنا. من نفتح البرنامج اكيد كل برنامج بيواجهة خاصة بيه. واجهة برنامج مايكروسوفت وورد 2010 طبعا واجهة وورد 2003 تختلف عن واجهة وورد 2007، و2007 تختلف عن 2010. يعني 2010 هي اكثر تحديث ومبسطة، دائما التبويبات تكون موجودة كلها على واجهة البرنامج وماكو بها اي تعقيد. هسه مثلا هنا عندنا واجهة البرنامج موجودة فوق باليمين شريط الوصول السريع. يقصد بشريط الوصول السريع هي هاي أوامر خاصة بالبرنامج مثلا أنت تحتاجها بكثرة، بدل ما أنت كل ساعة مثلا رايح للتبويب معين وداخل على هذا التبويب وتدخل على الأمر اللي تريده، أنت تقدر تضيفها إلى شريط الوصول السريع حتى مباشرة أنت تستعمله، تستعمل هذا الأمر إذا أنت هذا الأمر تستعمله بكثرة. طبعا تقدر تضيف عدة أوامر إلى شريط الوصول السريع. شريط الأدوات اللي هو التبويبات، طبعا عندنا عدة تبويبات ببرنامج مايكروسوفت وورد اللي هي تشمل الهوم، تشمل الانسيرت، تشمل البيج لايوت وغيرها، الريفرنسز. كل تبويب إلى أوامره الخاصة به. يعني الهوم الأوامر الخاصة بي اللي هو حجم الخط اللي راح تكتب بي، لون الخط، لون خلفية الخط، شنو نوع الخط، الكتابة من اليمين أو من اليسار، وهكذا. يعني عدة أوامر بالهوم، وبالإنسيرت أيضا كذلك عدة أوامر. كل تبويب أكو أوامر خاصة بي. ها قائمة التبويب. شريط العنوان. شريط العنوان طبعا راح يكتب لك اسم البرنامج بالإضافة إلى اسم الملف. أنت هذا الملف اللي فتحته اللي هو من قلنا دبل كليك على وورد 2010، هذا راح يعتبر ملف. أنت من تطلع منه ما راح ينخزن بنفس الأيقونة مع الوورد 2010 موجودة على سطح المكتب، لا، راح يصير هذا ملف خاص، فأكيد لازم إلى عنوان خاص بي. العنوان راح يظهر فوق. المسطرة اللي هي تحدد لك المكان اللي داخل البيج اللي راح تكتب بي. مثلا أنت تريد تصغر مسافة الكتابة، تريد تكبر مسافة الكتابة، وهكذا. شريط التمرير
اللي هو مثلا انت عندك مثلا انت عندك ملف اكثر من صفحة، شلون تريد تعبر للصفحات التالية؟ عن طريق شريط التمرير هذا اللي هو للأعلى والأسفل. علامة الاستفهام هاي هي تعليمات خاصة بالبرنامج. بالأسفل عندك شريط الحالة. شريط الحالة طبعا هسه راح نجي بتفصيلات، باللغة، بعدد الكلمات المكتوبة بهذا الملف، وبمثلا التكبير والتصغير للملف وهكذا. شريط العرض والتكبير والمعاينة اللي هو مثلا إذا عندك أنت ملف تريد تمرره يمين يسار، بهذا هنا راح تطلع لك خيار تقدر تمرره أيمن أو أيسر. هذا يختلف عن شريط التمرير للأعلى والأسفل، هذا لليمين واليسار. مثلا إذا عندك أنت عندك ملف ما يظهر على طول الشاشة بالعرض يعني، فتقدر تمرره من اليمين لليسار. هاي هنا جوا هي بالإنجليزي اللي هي نفسها الهيل، الرولر، التايتل بار، ريبون. ريبون يعني هي الأدوات اللي خاصة بالتبويب. أكو فرق بين التبويب وبين الريبون. الريبون هو التبويب الأساسي، مثلا الهوم، خلينا نقول الهوم إلى عدة ريبونز، هاي كلها تندرج من ضمن الهوم. الانسيرت ايضا كذلك. طبعا بالحاسب انت من راح تفتح الواجهه راح تشوفها جدا سهله، بس هسه لان بشكل نظري تواجه بها صعوبه. في الجزء العلوي من النافذه نلاحظ ان بيئه البرنامج تعتمد على التبويبات. مثل ما قلنا هناك عده تبويبات اللي هي قلنا مثلا هوم، انسيرت، بيج لايوت، ريفرنسز، هكذا عده تبويبات. يعني انت إذا مو ذن التبويبات يعني ماكو أساس للبرنامج أصلا. ذن التبويبات، كل تبويب أكو أوامر خاصة به تحتاجها في مكان معين، مثل تبويب الصفحة الرئيسية الهوم أو الانسيرت اللي هي إدراج أو البيج لايوت، بالإضافة إلى تبويب الملف فايل الذي يساعد على فتح وحفظ وطباعة الملفات والتحكم بخصائص المستند. هسه شكل 1-3 يوضح لك تبويب والفايل اللي هو تبويب ملف. هذن التبويبات طبعا بالصورة الثانية اللي جوا راح تلاحظها، تشوف فايل، هوم، انسيرت، بيج لايوت، ريفرنسز، مايلينجز، ريفيو، فيو. ذني تبويبات أساسية، كل واحد من ذن التبويبات إلى أوامر خاصة بي. يعني هسه فوق إذا تلاحظ الصورة الأولى لفوق دني الأوامر الطالعات، دني خاصات تبويب هوم فقط، فقط تبويب هوم. من تضغط على تبويب انسيرت راح تطلع لك أوامر غير هاي الأوامر تختلف. تحت كل تبويب يوجد صفوف من الأوامر تسمى مجتمع أشرطة الأدوات الريبون لاستخدامها في إنشاء وتحليل المستند. مثل ما قلنا الريبون هي خاصة بكل تبويب، كل تبويب أكو ريبون خاصة به. تستخدم المسطرة لتعيين علامات تبويب والهوامش وتنسيق موقع الأشكال. المسطرة اللي هسه شرحت قلت لكم عليها هي تستعمل مثل ما قلت لكم، مثلا أنت تريد تصغر الملف، طريقة الكتابة به، مو حجم الخط، ما أقصد حجم الخط، لا المسافة اللي راح تكتب بيها، هذا اللي أقصده. تعليمات هيلب، تفتح نافذة على جانب المستند لتقديم المساعدة والتعليمات من خلال إدخال أسئلة معينة أو الاستفهام عن إعاز معه. هذا هو إعاز تعليمي، مثلا إذا واجهتك مشكلة أو واجهتك في شيء مبهم يعني ما وقفت بيه وما تقدر تكمل المسار، فتقدر تستعين إعاز هيلب. هناك أشرطة التمرير على الجانب وعلى الجزء السفلي من الواجهة، وبالضغط على الاسم في نهايات أشرطة التمرير يمكنك التحرك صعودا وهبوطا أو يسارا ويمينا خلال المستند. مثل ما قلت لكم أكو أشرطة التمرير بالأعلى، أشرطة التمرير على الجوانب اللي هي من خلالها يمكن التحكم بالملف صعودا ونزولا، بالإضافة إلى أكو أشرطة تمرير بالأسفل اللي هو يمكن تمرير البرنامج الملف يمين أو يسار. هاي وظائف أشرطة التمرير. شريط الحالة اللي هو status bar يكون موقعه في أسفل نافذة وورد.
هسه نرجع على الصورة السابقة. شريط الحالة هسه هذا قلت لكم قبل شوي شرحت لكم عليه، اللي هو قلت لكم يحتوي على اللغة، يحتوي على الصفحة ايش قد عدد الصفحات مال البرنامج وهكذا. هسه راح نجي ايش يحتوي على هذا، ايش يحتوي شريط الحالة من أوامر. يكون موقعه في أسفل نافذة وورد، ويحتوي على رقم الصفحة بيج نمبر، بالنقر عليها سوف يعرض مربع حوار بحث واستبدال find and replace. يعني هسه انت تلاحظ شكل 1-4. من تلاحظ شريط الحالة اللي هي status bar راح تطلع لك عندك عدد صفحات الملف. يقول لك من تضغط بالنقر على هاي عدد الصفحات انت تقدر مباشرة تروح على الصفحة اللي تريدها. مثلا انت عندك ملف فد 2000 صفحة، انت ما تبقى تقلب بيها، تقدر تختار الصفحة اللي تريدها تنطي go to اللي هو الانتقال الى، راح ينتقل مباشرة الى الصفحة اللي هاي تريدها انت. عندنا الامر الثاني او الاعاز الثاني الموجود بالستاتوس بار اللي هي الكلمات. هاي ايضا يعد لك الكلمات، كل الكلمات الموجودة بالملف راح يعد لك اياها، يخليك اياها بالوورد اللي هي موجودة ضمن الستاتوس بار. يعرض عدد الكلمات في المستند، وعند الضغط عليها سيظهر مربع حوار عدد الكلمات يتضمن عدد الصفحات والكلمات والاحرف مثل ما موضح بالشكل 1-5. يوضح لك ايش كم كلمة استعملت، ايش كم صفحة، ايش كم حروف، يعني يعطيك تفصيل كامل عن احرف وكلمات الملف اللي انت كتبته. اذا كان النص او المستند لا يحتوي على اخطاء املائية او نحوية فيكون شكلها مثل ما موضح لك اياها بالشكل التالي اللي هو طبعا هسه هنا ما مبينه بالرسم الموضحة، مثل الكتاب المفتوح. يعني يطلع لك بالستاتوس بار شريط الحالة مثل الكتاب المفتوح ابيض يصير. هاي اذا كان الملف او المستند اللي انت كاتبه ما يحتوي على اي خطأ املائي. اما اذا احتوى على خطأ املائي فهو يبقى هذا الرمز نفسه اللي هو مثل الكتاب الابيض المفتوح، بس يخلي علامة خطأ بالاحمر، بالاضافة الى انه ينبهك داخل الملف. يعني انت مثل من كتبت فد صفحة معينة عندك كلمة املائها خطأ سواء انجليزي او عربي، راح يخلي جواها خط احمر. هذا ايضا تنبيه ثاني انه انت عندك كلمة كتبتها خطأ. عند الضغط عليها بزر الماوس الايسر تظهر هذه الاخطاء بتتابع مع المقترحات البديلة للكلمة. يعني انت مثلا كتبت كلمة بوك، خلينا نقول كتبت بي او كي، راح يكتب لك جوا الكلمة خط احمر، يخلي لك خط احمر جوا الكلمة. من تنقر على الكلمة بالكليك الايمن راح ينطيك خيارات للكلمات اللي انت رايتها ضمن هذا المعنى، من ضمنها تصحيح الكلمه اللي انت رددتها، يخلي لك بي او او كي اللي هي بوك الكلمه الصحيحه بسرعه مباشره تدرجها تخليها مكان البوك اللي كتبتها انت الخطا وهكذا. من ضمن الاعازات الموجوده بالستاتوس بار ايضا اللغه اللانجوج المستخدمة للكتابة، وعند الضغط عليها بزر الماوس الأيسر سيظهر مربع حوار اللغة ويعرض اللغات التي يمكن استخدامها مثل ما موضح بالشكل 1-6 اللي هو راح يدرج لك لغات اللي انت تريد تستعملها إنشاء الملف أو كتابة المستند. بالإضافة إلى أنتم من الـ الحاسبة ايضا تقدر تغير اللغة بشكل مباشر من خلال لوحة المفاتيح بالضغط على Alt Shift اللي هو مباشرة راح يحول لك اللغة من عربي الى انجليزي او بالعكس، او تضغط مثل ما قلنا بشكل 1-6 على اللانجوج الموجودة بالستاتوس بار تغير اللغة. وهنا هم موجودة هنا الرموز موجودة هسه كاتب لك اياها، مجموعة طرائق عرض المستند، ولا توجد ايضا في تبويب عرض فيو. هاي مثلا طريقة الكتابة، طريقة كتابة الملف، يا اما تكون بشكل
سطر جوا سطر، يا اما يقسم لك الصفحة الى نصفين، يعني انت تكتب تكمل الصفحة يقسم لك اياها نصين، ويمها ايضا يدرج لك صفحة ثانية بصفحة واحدة، تصير يعني كأنما تصير مسارين بصفحة واحدة، هكذا يعني عدة اوامر راح نتناولها بشرح لاحق ان شاء الله. من ضمن الاوامر او الاعازات الموجوده بشريط الحاله الستاتس بار اللي هو تكبير وتصغير لمعاينه المستند، اللي ما تلاحظ انت هاي النسبه المئويه تقدر تضغط على البلاس تكبير الملف تكبير الاحرف، او على الماينس لتصغير الاحرف، وهكذا. شريط العنوان، شريط العنوان يظهر بالاعلى. شو يظهر بهذا الشريط؟ يوجد فيه اسم البرنامج بالاضافه الى اسم الملف. احنا قلنا اسم البرنامج هو ثابت مايكروسوفت وورد 2010، بس اسم الملف انت تحدده، انت تختاره. كل ملف تفتحه بالبرنامج راح يختار لك اسم، ما تطلع من الملف اذا ما ينحفظ بهذا الاسم اللي انت راح تكتبه. اذا ما تكتبه انت، اما هو يختاره، مثلا يختار لك اول كلمة انت كتبتها من ضمن الملف يخليه هو هذا اسم للملف، يا اما يقول لك دوكيومنت بشكل عام، يعني هو مستند بشكل عام، وهكذا. بس كل ملف او كل مستند لازم اكو عنوان خاص بي. هذا شريط العنوان. وفي اقصى الجانب الاخر توجد ثلاث ازرار اللي هي التصغير والتكبير والاغلاق، اللي هي معروفه يعني الاكس اللي هي اغلاق الملف والبرنامج، وهاي العلامه بالوسط اللي هي التكبير، والاولى للتصغير. شريط التبويب التابس وشريط المجاميع الريبون. قلنا احنا لكل تبويب اكو ريبون خاصه به، كل امر مثلا الهوم الى ريبون خاصه به، هكذا نلاحظ انهما مرتبطان معا، يعني كل تبويب الى اعازاته والى اوامره الخاصه به مرتبطين معا، اي عند تغيير اختيار مسمى شريط التبويب تتغير معهم تلقائيا اوامر المجامع. هسه مثل ما قلت لكم كل تبويب الى اوامر خاصه به. شريط ادوات الوصول السريع Quick Access Toolbar. شريط يحتوي على مجموعة من الأوامر اللي هي السيف، ريدو، أندو، مستقلة عن شريط التبويبات مثل ما موضح بالشكل X7A. يمكن تخصيصه بإضافة أوامر كثيرة لاستعمال من قبل النسخة مثل ما شرحت لكم بالصفحة الأولى. شريط الوصول السريع هذا يمكنك أنت تخلي أوامر أو إعازات أنت تحتاجها بكثرة، تقدر تنقل هذه الأوامر والإعازات إلى هذا شريط الوصول السريع حتى تستعملها بشكل مباشر دون الحاجة عن البحث عنها بالتبويبات. أنت بسرعة مباشرة تروح الشريط الحالة الموجود بالأعلى، تختار هذا الملف أو الإعازة اللي أنت تستعمله بكثرة. وشلون راح تضيف هذا الأمر؟ طبعا مو ثابتات هي السيف والريدو والأندو، أنت تقدر تضيف أوامر، تقدر تلغي أوامر من شريط أدوات الوصول السريع. هسه راح أعلمكم شلون نضيف الأوامر، شلون نلغي أوامر من هذا الشريط، يعني حسب حاجتك أنت للإيعاز هذا.